مساء الخير جميعا، نرحب بكم في هذا المساء في ندوة بعنوان واقع الثروة السمكية، التحديات والحلول. الحديث عن معاناة الصيادين ليس بالأمر الجديد، وهو قديم منذ سنوات وأكثر من عقود من السنين، عندما بدأ الدفن والردم البحري زادت المشكلة، حيث تضرر المخزون البحري ونقص حدث في الأسماك، بالإضافة إلى زيادة الرخص الممنوحة إلى إناس ليس لهم علاقة أو صلة بالبحر والصيد، مزاحمة الصيادين في أرزاقهم بعد أن تم تدمير مئات الحضور واندثر الفشوت وتخريب البيوت. الأسماك بسبب الدفن وطمر البحر لم يبقى شيء يذكر للصيادين، هؤلاء المواطنين الذين امتهنوا مهنة الصيد من آبائهم وأجدادهم. اليوم هناك العديد من يزاحمونهم في رزقهم، طرقوا كل الأبواب ولم تفتح لهم حتى الآن، بمعنى لم تحل قضاياهم ولم تلبي مطالبهم. في هذه الأمسية نستضيف الأخ جاسم بن محمد الجيران، ونستضيف الأخ عبد الأمير عبد الله المغني أو المغني المغني أي. نبدأ قبل لا نعطي الأخ جاسم، نقرأ نبذة بسيطة أو سيرة ذاتية عن الأخ جاسم بن محمد الجيران. جاسم بن محمد الجيران من مواليد محافظة المحرق، تعلم وتتلمذ على يد والده وعرف منه أسرار البحر، وبعد أن أنهى تعليمه التحق بسلك التدريس، إلا أن شغفه بالبحر وتولعه به جعله يترك مهنة التدريس ويعمل بمهنة صيد الأسماك، ويعتبر من أشهر النواخذة على مستوى الخليج، فمعارفه وأصدقائه من كل دول الخليج، لأنه عندما كان يبحر كانت كل دول الخليج مرافقه، فتراه يخرج من البحرين ويرسو في ميناء الدمام أو الشارقة. من المؤسسين لجمعية الصيادين المحترفين، وتولى رئاستها على مدى الدورات السابقة، حيث عمل طوال السنين الماضية في العمل التطوعي في سبيل الدفاع عن الثروة السمكية والدفاع عن حقوق الصيادين، كما أنه تشرف بلقاء الكثير من مسؤولين الدولة وعلى رأسهم جلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء. جاسم الجيران النوخذة ذات العطاء بلا حدود. أيضا من أهم إنجازات جاسم الجيران أنه استطاع اكتشاف بعض النجوات، ما أدري وش سمي، قد سميت باسمه ويعرفها الصيادين، والنجوة هي المكان التي جوات بها الأسماك بكثرة. أترك الكلام إلى الأخ جاسم فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر القائمين على جمعية المنبر التقدمي لدعوتنا التي ستتيح لنا إيضاح واقع الثروة السمكية عندنا في مملكة البحرين، ومناقشة التحديات والحلول. وحديثي إن شاء الله من واقع ممارسة ميدانية لأكثر من 60 سنة في مجال الصيد بشتى أنواعه وطرقه، وهذه يمكن اليوم نأخذ نبذة بسيطة عن ماضي الثروة السمكية وحاضرها الآن بنوعيها، إن كانت أسماك أو ربيان. فالله أنعم علينا ما شاء الله في أمريكتنا نعمة، ومورد الغذائي مهم وهو الأسماك والربيان في هذا البلد، وهذا شيء لا يستهان به ومهم كمورد غذائي لجميع سكان البحرين. فهمنا المحافظة على هذه النعمة. بتكلم نبذة بسيطة أول شيء عن الأسماك. الأسماك في البحرين، يعني من طفولتي أنا ويمكن
وأنا عمري 6 سنوات أخذني الوالد إلى البحر في كان شوعي صغير وكان يعني لا في مكائن ولا في شيء في شنو الإشراع إشراع ومداف. وبعدين هذه بالنسبة حق الحداق كانوا يحدقون وكانت أول في قليل من البواني شواعي يسمونها مو بانوش شواعي ليش لأنه بدون محرك وجوا البيت كانت يعني صغيرة وكلها تمشي على الإشراع وكان في الصيف كان أول بدون ثلج فيدشون أماكن غريبة وما شاء الله كان أول النعمة موجودة والإنسان يعني معتمد على الله وعلى رزقه فيعتبر البحر هذه أي جهة يروح لها هو رزق من الله ولازم أنا أترزق فيه فكانت الاعتماد الكلي قبل الناس عندهم في الصيف يروحون للغوص معظم سكان البحرين والزراعة وبعدين عندك في الشتاء يروحون في بوانيش المتوسطة من شواعي الغوص يروحون فيه الأسماك في الشتاء ليش ما يروحون في الصيف بس الأماكن الشواعي الصغار والجوالبيت الصغيرة كانوا يروحون البحر لأن السمك ما شاء الله خيرة وايد ويروحون أماكن قريبة فالأسماك كلها إذا يروحون ساعات ويرجعون يجيبون السمكة فريش وما تحتاج إلى تثليج أو غيره وتنباع في الشتاء لا بالعكس في الشتاء بعض البوانيش الكبار يروحون هيئرات البحرين تقريبا الحالية الحين موجودة اللي هي شتية وبعمامة والثامة والميانة وهذه الهيئرات كانت يروحون لها بالإشراع يروحون من عقب الظهر يبحرون ويرجعون ليش ما يطولون ما شاء الله الهير وايد يعني مجرد ما يصلون الهير كانت الهيرات ما شاء الله ما في عليها أي لود يعني والأسماك متواجدة يروحون في البوانيش الشواعي هاي الكبار شوي متوسطة وفيها كلهم بحرينيين ما عندهم أي دخيل أو شيء يروحون حوالي 5-6 أنفار كانوا يستعملون يعني ما في ثلج في الشتاء يروحون يحطون حصر في خن اللي في وسط في داخل الشوعي يحطون الحصر ويصيدون السمك في واحد بس شغلته شنو ياخذ السمك ما يكلسونه تكدس يحطونه على وين مثل الحين هذه وسط الشوعي او الوسيله اللي يروحون فيه اللي هي الجلبوت او الشوعي يصفونه صف واحده واحده ما يركبونها علشان شنو عشان ما تعفن ويرجعون في الليل الصبح يبيعونه الأسواق. هذه بالنسبة حق الشواعي وذي بالحداق. عندنا كانت الحضور لها دور يعني مهم ودور مثل ما تقول هي اللي تغذي البلد تقريبا. كانت أول المياه عندنا في البحرين في مد وجزر. إذا المد صار من الساحل إذا صار الجزر تبتعد المياه اللي عند الساحل حوالي 1 كيلومتر أو أكثر هني في المناطق وخاصة في الحد يعني كانت في المحرق في بعض القرى على السواحل في عسكر ياو كانت الحضور يخلونها الحضور إذا يات الماء المد قطتها ويابت معاه الأسماك متى هاي بالصيد صيد بسيط متى بالصيد الصيد الوفير بالصيد متى إذا كانت هواء قوي شمال أو كوس شمال بتدخل أسماك فبيجيبون السوق دايركت في نفس الوقت وبينزلونها في السوق أسماك متنوعة وفيها معاها الربيان بعد خاصة في أيام الشتاء بيكون فيها الربيان بعض الأحيان يشلون منها وخاصة في المربعاني اللي هي بداية الشتاء يشلون منها يوم ويسكرون بوابتها يوم الثاني ويوم الثالث يعني بتكون الصيد وفير إلى دي. هذه كانت أيام اللي كان لا في دفان ولا في مد عمراني ولا غيره كانت السواحل العذرية ما صادها مسها أي شيء بعدين
صارت فيها بعد طريقة من الطرق في الماضي اللي هي الغزول. الغزول كانت الغزول القطنية، يعني يمكن أصحاب المهنة هم يسوونها، يعني يصنعونه بروحهم، وهذه بتكون الغزول في مجموعة من مكونة من 8 إلى 10 أنفار صيادين، وبيكون عليهم رئيس يسمونه رئيس العاملة. المجموعة دي مع اللي هو رئيسها يسمونها العاملة. هذه كل واحد من أفراد العاملة بيحط له عدة غزول، يعني 5 أو 6 وتشاركون فيها. هذه شلون يصطادون بها؟ يصطادون بها إذا جاءت الماية اللي هو المد والجزر، اللي نسميه السقي والثبر بالاصطلاح العامي. إذا جاءت الماية فيروحون على الساحل يمدون الغزل يحوطون به من يعني البداية لنهاية حوالي 5 يعني قول 1000 متر، يمدونه وقت قوة ارتفاع الماء اللي في البند. في الثبر تثبر الماء، السمك ينحصر داخل الغزل. وأذكر أنا كان هنا في المحرق وفريجنا فريج البحارة اللي يستعملون الغزل ويستعملون الأمور هاي كلها. فهني هال صغار إذا مدوا ليلة اللي بيمدون يقولون لنا هما ما شاء الله تثبر ماية والسمك يأخذون اللي يبونه يشحنون شحنة، يعني السوق تحصل الفريج والسوق كل اللي يأكل. إحنا صغار يا هال كنا ما كان في أجهزة وغيره، كان في قواطي حديد تنك. نروح يسمونه يعني في نقع نسميه ماي وموجود فيه الأسماك، كانت الحاسوم، القرقفانة، الصافية، حتى الربيبة. هذه الأسماك من صغار يعني نقدم حق بيوتنا ذاك اليوم. فما شاء الله كان الخيرات موجودة حتى على الساحل. وفي الخية وفي القراقير، أول شيء القراقير موجودة في نوع منها الأسلاك الحديدية، وفي نوع يسوونه من عسق النخيل العسوم والرطب يسوون منه قراقير وكان يستعملونه. وفي الخية، الخية إن كانت توضع على الساحل أو في وسط البحر أو على مثل الجزر. الخية مجموعة من الميادير، في خيط مجموعة من الميادير يحطون فيه الطعم اللي هو ليم ويتركونها لمدة ساعات. فليش يخلونها طول يعني من البقر بليه ثاني يوم الصبح يروحون لها؟ ميادير فيها 20، 30، 40، وهذه يسمونها الخية. وكان يعني هاي الأشياء اللي كانت تستعمل للصيد في الماضي اللي هو قبل يعني في الخمسينات ورايح، يمكن ما طلع يعني ما وصلنا له. إني حق الحاضر، الحاضر كان أنا يعني من سنة تقريبا يعني في 57 كنت أنا في الصف الخامس ابتدائي، بس كان أول يعتبر اللي هو الثالث الابتدائي، لأن في أول تحضيري وثاني تحضيري، وأول ابتدائي ثاني ثالث ابتدائي. كان السنة 58، الوالد كان أول عنده شوعي وبشراع، تالي صارت اللنجات، كان عند الوالد اللنج، وكان عطلة الربيع، وكانت يعني حصارت المكاين وصارت الثلج، يعني كان الثلج موجود في الديرة، بدأ صناعة الثلج تقريبا في ذاك الوقت اللي هو في بداية الخمسينات. فكان يحطون ثلج وغيره، وقلت له لازم أروح معاكم البحر. كانوا يروحون متى؟ يروحون تقريبا قبل صلاة الظهر، ويروحون يوصلون البحر متى؟ يوصلون تقريبا قبل العصر قبل المغرب بشوية، يحدقون بس للساعة 11. وعندهم ما شاء الله معونين واللي نسميه صندوق الثلج وصندوق السمك، أبعاده تقريبا 6 فوت في 5 فوت عرض في ارتفاع 3 فوت. 2، هذه ما يصير الساعة 10-11 إلا مشحون سمك بالحداق. يعني كان هو وكان عنده عمانيين، كان أول بحارة عمانيين، فيمشون الساعة 11 ويصبحون في فرضة المحرق، والسوق كان حداهم. أذان الصبح يطلعون السمك ويحطونه في السوق فريش، يمكن بعد ما يحتاجون حق ثلج خاصة في الشتاء. فكان من ما شاء الله من الخير ووفرة الأسماك، محل ما تروح تحتاج بس ساعات ما شاء الله وترجع. فأنا رحت معاهم، كان يوم واحد بعد، بس ذاك اليوم ما شاء الله صار عليهم شؤم على الوالد الله يسلمك. في عماني واحد معاهم، بس بقيت يعني ما أطول عليكم إن شاء الله. في عماني كان
يمشون حق الحدائق، يوم وصلوا المبحر اللي يقول حق الوالد في كان عندنا لنجين ثانيين من المحرق يمشون رايحين حق اللفاح الكنهج، ويلس حق الوالد اللي يقول له ليش ناخذ هاي اريال منه لازم نروح معاها. فالوالد قال له ما دام احنا ما شاء الله الله ميسر علينا نصيد من المغرب ونرجع ما شاء الله الصبح عند في السوق احسن، لان اللفاح يبي له يوم يومين ثلاثه. قال له لا نروح معاهم. بعدين اشوف الوالد طبع، رحنا وصلنا اللفاح، وصلنا قبل المغرب شوي، وكان في اللي هو باخره بريطانيه عسكريه نسميه قبل منوار يسمونها، وكانت طارحه في بويت ام العشان. لفاحنا صدنا كم من شنعده ولا الجو متغير وصار المعكر الجو غيره، ومشينا. المهم نبي البندر ما قدرنا وخليناها، خلى الوالد اللنج تمشي مع اتجاه الموج، وكانت في الليل وبرد شتاء، حتى انا خلاني داخل الوالد وتالي قال لي لا اطلع وربطني بحبل. المهم تمشي السفينه اللنج هذي تمشي يمكن للساعه شي 8-9 من ذي، جات موجه كبيره وغطت الذي وشالت الصندوق حركته، وكان ذي العماني اللي كان يبي يعني يلس حق الوالد لازم نروح حق الكنعد، شالت الموجة وراح بحر. وثاني واحد كان ينزف من أول ينزفون الماي بالبمب العادي ذي التغليدي، هذه بعد نزل البحر بس حاول يرجع. اللنج في ذاك الوضع أنا وأنا صغير كنت يعني مثل ما تقول الماي يشيلني على فنة اللنج. الماكينة ما شاء الله كان فيه فلوين أول قبل كبير، هذه الفلوين الصار فيه كان يطرش الماي من داخل الخن، يعني كان من نصها ماي. المهم قال لهم أبوي شوف تبون الحياة وغيرة ترى حاولوا تنزفون الماي، مشوا. المهم رجعنا ما في كل بوانيش البحرين أو لنجات البحرين أول كلها لنجات، إنك المهجرين واحد واثنين من البحرينيين. المهم هذه كان المبحر كانت غريبة كلش من يعني سواحل البحرين، وهيرات البحرين ما شاء الله غنية بالأسماك. بعدين في سنة 1970، هذه الكلام اللي أنا أقوله تقريبا في 57-58، المهم في 70 صار جات سفن فولاذية لصيد الربيان والأسماك، جات أول في الكويت وإيران، تالي رجعت السعودية. في البحرين بعد صار عندنا اللي هي السفن أظني تحت إدارة الثروة السمكية، بعض السفن الفولاذية تبحر، وهذه أثرت تأثير كبير على مصائد البحرين. في سنة 1970 بعد بدأ الصيد بواسطة المناصب اللي هي الغزول، نحطها في جنوب البحرين يعني صوب حوار ومشتان والمعترض وغيره، وكان ما شاء الله في الليل الواحد ساعات الشبك يعني عدة يعني يمكن طوله كيلومتر بس لبوارات، مو باللي يعني مثل الحين اللي يخلونه عائم يسمونه الهيالي، لا كان بالذي. وكان وين محادي للجزر حوار وعجيرة ومشتان المعترض، فكان يصيد بعض الأحيان في الليل يصيد 1000 كنعدة من وفرة الأسماك كانت موجودة. ليش الصيد هذه؟ لأن كانت عدد الرخص الموجودة في البحرين في ذاك الوقت 100 رخصة أو أقل بعد، متوزعة على المحرق والحد، ويمكن واحدة في رأس رمان، واحدة في الزلاق، وواحدة في دبديع، وفي عندنا عمانيين من الإمارات يمكن 10-15 لنج أو بانوش موجودين في فرضة المنامة. فكان ما شاء الله الصيد وفير، وكل يعني يبحر في البحرين مياه الإقليمية أو في الخليج أي مكان تروح، لا في الحدود ولا في مجلس التعاون ولا في غيره. يعني أنا مجرد ما دخلت البحر في 1975 أبحر من الإمارات بحر أبوظبي إلى الكويت أم المراجم، فتبحر لا في ممنوع ولا في مياه إقليمية ولا غيره، وكل البحر بحر الله ترزق فيه. اللي صار اللي هو مجلس التعاون صارت خاصة البحرين عقب ما صار دي صار ترسيم الحدود هنا، يعني أنا كان في أماكن يدودنا وبهاتنا ما
ما يعرفون. انا اكتشفتها حتى سموها باسمي انا، نيوه جاسم وميدان جاسم وذي، وبعدين راحت حق قطر. فمن الهيرات اللي كانت عندنا ما شاء الله اي 20 هير، صفينا على 5 هيرات، وصار لا تقدر تروح لا قطر ولا تروح الامارات ولا تروح الكويت ولا السعوديه ولا غيرها. بعدين في سنه 1980 ابتدت الطراريد. ما كانت طراريد في البحرين، كانت بس شواعي بوانيش، صارت اللنجات تكنسلت، اللنج اللي هي بتكون شكل جلبوت. بعدين صار الطراريد من يات معاها العماله الاجنبيه. كان اول من عندنا من البحاره عندنا ناخذها، يا عائله بحرينيه الاخوان والعيال وغيره كلهم يمين، او ان ناخذها ويصير مع بحاره عمانيين، كانوا عمانيين. فزاد عدد الطراريد سنه 1980، وبدات العماله الاجنبيه بجلبها من الخارج، وزاد عدد الهواء زين في سنه 1990، وزادت عدد الرخص وترسيم الحدود. كان هذه ايش خلى ما شاء الله الخير اللي كنا يوم واحد نروح البحر ونرجع مالين، حتى نحط في الخن ونحط في الصناديق من كثره، لين بحرنا قل الصيد فيه. والسبب مو بوفرة الأسماك، الأسماك موجودة، إنما كان أول الماعون اللي هو هيراتنا يمكن 100 يد تأخذ منه. بعدين نفس الماعون دي كم في آلاف صارت، يعني بين رخص الصيد وبين الهواء وغيره. فهاللي خلى البحر يعني الإنسان مثل ما تقول المردود قليل بالنسبة حق اللي صيده. وهنا نقول ليش الحين الأسعار السمك كذي بهالصورة دي؟ الأسعار ترى السمك مو يعني الحين بعض الجماعة اللي ما له علاقة بالبحر ولا عنده خلفية في البحر يقول لك السمك راح انتهى. صح إن الجهد الصيد، جهد الصيد الحين يأثر في المحصول في المخزون ويستنزف، بس ترى السمك عندنا في البحرين أو في السعودية أو في الإمارات وغيرها له دورة. يعني مثل نفط الحين الشعري بس الحين مو مثل أول. كان أول ما كان العدد هذي، إن كان من البوانيش أو من الطرير وغيره، كان أول ماي الإمارات في شهر بداية في نص 3 تيل ما شاء الله، هاي اللي في البيض. فهي الإمارات هنا نحسب حسبته في البحرين، عقب أسبوعين 3 أسابيع يجي قطر، وبعد ما يجي قطر نحسب له أسبوعين ويجينا البحرين. وبعدين مجرد ما يتغير المناخ شو يصير فيه؟ ينقطع مرة واحدة. إذا ما صيده خلاص ما يتم، يمشي ويطلع. نفس الشيء الجنعدة، نفس الشيء الجد، يعني ما صيده في كل فترة. يعني الجد شهر متى يجينا 6، 5 و6، بعدها لو تدور في نفس المكان ما تحصله. فالتغير البيئي والمناخي هذه يحركه ويغيره. فناس يقول لك لا انت اللون وغيره تنزل، بحيث ان دي السمكه ترى حتى السمكه كان الحامر عندنا في الصيف يصير، والنيسره والينمه، انت اذا ما تصيدها ما تتم حلها، عقب شهرين 3 أشهر يتغير عليها المناخ والجو والحر او البر، مثل نسميه هنا اليمره في الصيف اللي في شهر 7 و8 تشيلها، اذا ما تمشي تموت، اذا ما تتحرك محلها تموت. نفس الشيء البر، السمكه على الساحل ومجرد ما يصير البرد شو يصير فيها؟ تدور الاماكن الدافئه الغزيره. ف حاليا الحين احنا نقول والله السمك غالي في البحرين. احنا البحرين، والسبب بعض الناس يقول لك والله هو يمكن اشياء مغلوطه انه من الكراف. الكراف الله يسلمك في اسماك طينيه، بعضها المصلق الرياش هذه ما يكبر، حتى لو جبته السوق ما حد شراه. وهذه إذا ما شال محله خلاص يهاجر يموت غيره. فليش خلاص السمك؟ وليش خلاص السمك كله من ربيان؟ لا الله يسلمك، الإمارات ما فيها ربيان، قطر ما فيها ربيان، فيها أسماك. لكن في الإمارات في الصيف، يعني أنا أتردد تقريبا كل شهر أنا أروح الإمارات أو شيء مع الجماعة ربعي وغيره، ترى أغلى من سمكنا مع العلم هما في فتحة اللي هو المحيط الهندي وبحر العرب ومضيق هرمز، يتيم السمك اول هما، لكن هما اغلى من السمك. مجرد ما يصير عندنا قليل يصير عندهم قليل، بعد يشح عندهم.
الحين هنا في الفتره هاي الاربع ايام صار ما في سوق سمك، نفس الشيء يعني كان البارحه ما كانوا معي اربع ايام الجماعه وبحاحير، يعني يقول سوق نيابس لان صار عندهم 10 ايام هواء متواصل، مع العلم انه عندهم ربيان. انما ترى المناخ والتغير المناخي هذه له تاثير في انه يقطع السمك، فالخليج كله ترى وحده وحده، يعني ان كان في الصيف او في الشتاء. انما هما ايش يصير يجيهم في البدايه يمكن هما يحصلون اكثر منه لان يجينا بعد في النهايه. هذه بالنسبه حق حاليا الكلام، الوقت اخاف يؤذي والله سوالف في البحر وايد. بالنسبه الحين نرجع حق موضوعنا اللي هو التحديات. انا يمكن بقول عن اشياء بس خاصه بالاسماك لان الاخ عبد الامير بيتكلم عن الربيان. شنو التحديات؟ التحديات عندنا هنا عدد الرخص اللي هي لها دور في استنزاف المخزون السمكي. فعندنا ارتفاع مستويات الجهد متعبه لاماكن الصين عندنا. هذا شيء واحد. العوامل الطبيعيه، البر له دور والحر له دور. ارتفاع معدل السكاني. احنا يمكن سنه 60 او 70، كم عدد او قول لا 60، كم عدد سكان البحرين؟ 200,000؟ كم عدد السكان حاليا؟ 1.5 مليون. فانا ما اصير اقيس قبل الاسماك اللي موجوده في السوق مع اللي الحين موجوده في السوق، مع العلم يعني عندنا اسماك واول عندنا اسماك، لكن حاجه السكان البحرين حق الاسماك في هالعدد دي، اذا كانوا يحتاجون 5 طن قبل الحين محتاجين 50 طن في اليوم. ليش؟ لان عدد السكان ما شاء الله يعني 1.5 مليون. فارتفاع معدل السكاني له دور في قلاء الاسماك وفي قلته. ما شاء الله المد العمراني هنا يمكن قبل في الستينات لو تروح حق السواحل تحصلها السواحل مثل ما هي طبيعيه. يد فان صارت البحرين جميع المحيط حدودها الساحليه كلها اندفنت تقريبا من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب ومن الشرق وخاصه من الشمال البحرين. هذه شال شنو؟ شال سواحل غنية بالشعب المرجانية بالحياة الفطرية الموجودة. هذه لها دور في نقص. حتى الميل كان أول نصيده بالزراق، نصيده بالقط السن في البحر، ما شاء الله السوق دي الحين ما تشوفها الميل في البحرين. ليش؟ لأن سواحلها الطبيعية راحت انتهت. فالمد العمراني مهما كان لها دور في نقص المخزون السمكي. شفط الرمال، شفط الرمال ترى 90% من قلة المخزون السمكي عندنا وتدمير البيئة. ليش؟ لأن ما شاء الله السفينة فيه الريل ما شاء الله حجم مارش كبر، شو يصير يحفر فوق بمبات تسحب الرمل. يعني هذه يمكن 10 شركات أو 11 شركة، كل شركة عندها 4 بواخر، وكل باخرة ما شاء الله شقالة 24 ساعة في اليوم على مدار السنة. هاي شو يسوون في البحر؟ يعني يشيلون التربة كاملة هي مثل ما تقول الشعاب المرجانيه حتى الرمل، ما رمل السمكه متى بالطينه، لان الطينه تسد المسامات وغيرها وتخنقها وتخنق حتى النباتات اللي في البحر. فهذه لها تاثير قوي يعني اكثر من ربيان واكثر من اي شيء. يعني 90% من دي لان بحرنا خلاص. حتى الحين في مجلس النواب يتكلمون عن شنو يبون منطقه ثانيه حق الرمال. ليش؟ لان الرمال كما يقتنع قبل خلاص انتهى، ما في رمل يعني طين. والطين شنو يسوي؟ يعني السفينه دي اذا اخذت الرمل وحطتها فيها انشحنت بتمشي بمبات شغال عليه. ليش؟ علشان تنزل الرمل الطين في البحر ويبقى الرمل صافي. فهذه الرمل ينزل وين؟ على الشعب المرجانيه وعلى كل شيء حي موجود هناك. اول شيء الاسماك تقتنق بخياشيمها. ثاني شيء الشعب المرجانيه تغطيه تغطيه بحيث انه يمكن قدم او اكثر. وهذه يسد مساماتها وغيرها وتموت، يعني ساعات انحدق بعض الاحيان انحدق ما الميدال اذا شار في شعب مرجانيه ما يتبطل ينقص الخيط. الحين تشيله سحبه بشوي تشيله هو والشعب المرجانيه معاه. ليش؟ لانه ماتت. ف ترسيم الحدود قلنا من قبل قلت لكم انا انه هو اثر تاثير مباشر. كنا اول ما حصل ذي الهير تروح ذي الهير، تروح الامارات، تروح الكويت، السعوديه.
فكنا نبحر. أنا كنت أيام الإجازة لأن لي فترة في التدريس بس كنت في البحر، يعني الوالد أيام الصيف كانت العطلة الصيفية 3 أشهر أول، أقول له استريح في البيت بس معاي إخواني ومعاي هالعمان 3، دش واحد نروح ينوم ودش الشمال، بس ما نحصل الثلج في الصيف، كان الثلج القالب تحط يدك فيه، بس إحنا نأخذه اللي حصلناه نروح يوم واحد البحر ونرجع ما شاء الله ما عندنا مكان حق السمك. هذه الأشياء راحت وإن شاء الله الله يعودها والله كريم إن شاء الله. شكرا الجماعة. شكرا للأخ جاسم الجيران على هذا السرد التاريخي بخصوص اللي هو تجربته مع البحر والأوضاع اللي عايشها يعني منذ طفولته في البحر والوضع الحالي أو التحديات الحالية اللي تواجه الصيادين كما ذكرها. الآن نترك الكلمة إلى الأخ عبد الأمير المغني، بس قبل ده لازم أتكلم شوي عن السيرة الذاتية. عبد الأمير عبد الله المغني تتلمذ على يد والده الحاج عبد الله المغني وهو ينحدر من قرية العكر المعروف أهلها بامتهان مهنة صيد الأسماك والروبيان. التحق أبو جعفر بجمعية الصيادين المحترفين وانخرط في العمل التطوعي بهمة ونشاط حيث لا تخلو جريدة من لقاء معه، فله مشاركات كثيرة في الإذاعة والتلفزيون وهو من الأصوات التي نادت على مدى السنوات السابقة بضرورة إصلاح قطاع الثروة السمكية، وهو الآن نائب رئيس الجمعية وله آراء تعكس التحديات الحقيقية لقطاع الثروة السمكية ويمتلك من الوثائق العدد الكثير، فحرصه على استدامة الثروة السمكية دفعه على أن لا يكون حديثه إلا مدعوم بالوثائق والأدلة. أبو جعفر ما يزال يواصل دفاعه عن الثروة السمكية وعن حق الصيد في ممارسة نشاط الصيادين أو ممارسة الصيد كما هو مذكور. فليتفضل أبو جعفر ليحدثنا عن ما لديه. شكرا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر جمعية المنبر تقدمي على إتاحة الفرصة لنا إلى التحدث معكم. طبعا لا يخفى عليكم أنه في يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018 أعلن سعادة وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وسعادة وزير الأشغال والبلديات المهندس عصام خلف عن قرارات تنفيذية لتنظيم مهنة الصيد وحماية الثروة البحرية. طبعا إحنا كصيادين شفنا الحملة الشرسة على هذا القطاع وعلى مدى سنوات كنا نطالب بالإصلاح، إصلاح القطاع لأجل الحفاظ على الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة البحرية. ونادينا قبل إنشاء المجلس النيابي وبعد لما إنشاء المجلس النيابي تواصلنا مع الأخوان في المجلس وكان تواصل ووضعنا النقاط على الحروف. القرارات اللي صدرت إلى حماية الثروة السمكية، القرار الأول حظر صيد الروبيان بطريقة الصيد الجر القاعي، العمالة على تخفيض العمالة على سفن الصيد، القرار الثالث اللي هو وجود نوخذ بحريني على ظهر السفينة، والرابع اللي هو تصدير منتجات البحرية. القرارات هذه طبعا ما نفذت، نفذ منها قرار واحد وهو في تاريخ 19/11/2018 لما أرادوا صيادين الروبيان الشروع في البحر أوقفتهم إدارة خفر السواحل فجأة. إحنا نقول إلى إدارة الثروة السمكية إن البحرين جزيرة والمهنة اللي تشتهر بها هذه الجزيرة هي صيد الأسماك والزراعة، فنحن الصيادين ما احنا محتاجين ان نستورد طرق صيد، احنا هذه طرق الصيد توارثناها من الآباء والأجداد، فما داعي الى استيراد طرق جديدة. فاحنا الصيادين من
علمنا الثروة السمكية بطرق الصيد لما أنشأت هذه الثروة في عهد الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان رحمة الله عليه، وفي قيادة رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه، إلى أن هذه الثروة تنشأ وتتم ملاحظة البيئة البحرية وملاحظة الصيادين. فالموظفين أتوا إلى الصيادين في بداية إنشاء الثروة السمكية، فوجهوا لنا الأسئلة: ما هي طرق الصيد اللي أنتم تستخدمونها؟ أنا بسلط الضوء على قضية الربيان لأنها القضية العالقة. قبل مجيء المحركات بأي كيفية كانوا يصطادون آبائنا طريقة الصيد؟ وأنا لحقت عليها في بداية عهدي وشفت الشبك في البيت اللي يبحرونه، كان الشبك بنفس الشبك الحالي، وكان يبحرون في السواحل وفي الجزر، في دوحة حيان وفي رملة جو وفي مجيليد وفي مسور، في الأماكن هذه، في الأماكن الرملية وليس الأماكن مال الفشوت. وجزيرة مجيليد في المنطقة الشمالية فشوت أسماك، وفي المنطقة الجنوبية مصائد ربيان، فهم يبحرون في المناطق الجنوبية ومسور نفس الشيء. فشنو نوعية الشبك؟ الشبك نفس الشبك كبير يسحبونه الرجال، جر قاعي، جر قاعي طريقة يسحبونه الرجال، كل جهة فيها حوالي 6 أشخاص، والنوخذ يوقف في الخلف في الكيس المجمع، ويشوف الربيان من أي جهة أكثر، يقول حق اللي قابض المعناف طيح بحر شوي على اليمين اطق هني، أو إذا بعد بالعكس يقول له اطلع على البر قدم أو قدمين. فهذه عملية الصيد الجر القاعي. لما ابتدت المحركات، ليش الربيان الجر القاعي؟ لأن الربيانة تغيص في الرمل، الربيانة مو نفس السمكة تطفح، بعض الأسماك تحت وبعض الأسماك بين المائين. هذه الربيانة أساسها إن هي تطبن في الطين في الرمل، فمتى تروح إذا بغت تهاجر من منطقة لمنطقة تطلع وتهاجر. وفي موسم البارح تكون عن أسراب كبيرة، فتقعد تحفر في الأرض، فإحنا نشوف هذه الأسراب عن طريق دلخ نفس الحليب، فنجي إحنا ونقطع على هذا، دليل إن الربيانة تغرس في الطين. فلا تصطاد إلا بطريقة الصيد القاعي. أنت اليوم جيت وقلت له أنا ما بنت الربيان، ليش؟ لأن في قانون رقم 20 لسنة 2002 لما أسسوا القانون ما قالوا إن الربيان ممنوع، لا، ربيان مفسوح. لكن هم مش قالوا الآن؟ قال لحنا ما بندنا الربيان، بندنا الطريقة. طيب ما هي الطريقة اللي أنت اخترعتها؟ هذيل الصيادين الربيان ينزلون يوميا 40 طن من الربيان في الأسواق المركزي، في المركزي السوق الأم، ويجون الجزازين من جميع أنحاء وقرى البحرين، واللي يأخذ 6 ثلاجات وعشر ثلاجات ويوزعونها على المواطنين والمقيمين في البلد. طيب ما بعد إيقاف صيادين الربيان، أنا أسأل مو المواطنين، أوجه السؤال الأول إلى قسم الأحصاء السمكي اللي كل يوم يزور السوق: هل وجدتون 20 كيلو ربيان ينزل في السوق المركزي ولا 10 كيلو ينزل في السوق المركزي؟ معناته إن ما في طريقة ثانية. لو في طريقة ثانية كان ما انتظروا البحاحير إن أنت اجي تقول لهم بها، كان هم راحوا استعملوها. فأنت إذا عندك طريقة، طيب تعال علمنا الطريقة. فهذه الطرق اللي إحنا عطيناها الثروة السمكية هذه أرث شعبي عن آبانا وأجدادنا. في طرق الصيد بالإسكار نفس اللي بينا الأخ جاسم، في طرق صيد بالدفار، في طرق صيد مناصب الكنعد، هذه كلها إحنا عطيناكم إياها الثروة السمكية، مو أنتم تعطونا طرق الصيد، إحنا من عطيناكم طرق الصيد. نعم أنتم جبتون طريقة الصيد دمرتون بها البيئة البحرية، أنتم إدارة الثروة السمكية استحدثتون طريقة صيد دمرتون بها الثروة السمكية في البلاد. ما هي الطريقة؟ الطريقة الصيد القاعي للأسماك، هذه جابوها في
في مطلع الثمانينات تكات فولادية تجر حق الأسماك فوين؟ مو في أماكن الربيان، في أماكن الأسماك. هذه الطريقة مي طريقة آبائنا وأجدادنا، هذه طريقة مستحدثة جابوها وكسرت الفشوت وكسرت الهيرات وعارضوها صيادين الربيان والأسماك وقالوا إحنا نعارض يا إدارة الثروة السمكية، إحنا نعارض هذه الطريقة، هذه الطريقة رايحة تدمر مآول الأسماك وتعدم المخزون السمكي في البلاد، فرجاء امنعوا هذه الطريقة. فلم تكن أذنا صاغية وصارت مشاغبات بين صيادين الأسماك مع هذه السفن الفولادية، وهذه السفن الفولادية اجي ويرتفع على الرقة، البحر مو كله سمك، السمك له أماكن. نفسنا اليوم احنا الحين قاعدين في قاعة مو قاعدين في الشارع، الأسماك بعد له أماكن يقعد فيها، فيجي البحار ويقط القراقير على المشد، فيجي هذا على المشد ويسحب القراقير بأسماكها، فيرجعون البحارة بدون شيء ويخسرون خسائر كبيرة. فهذه الطريقة هم اللي استحدثوها، أما الطرق اللي إحنا عطيناهم إياها هذه طرق آبانا وأجدادنا وأرثنا. وأما إن يقولون صيد الربيان بطريقة الجر القاعي، لا توجد أي طريقة. متى ابتدت صيد الربيان؟ في 1967 كان في مطلع الستينات كانت جت شركة الأسماك للبحرين، هذه اشتغلت ما يقارب كم سنة حق الربيان، فمصائد الربيان، فما سببت ضرر على الأسماك، سببت ضرر على المخزون الربيان. فبعدا دشت وياها السفن التقليدية الخشبية، احنا دشينا اياهم في مطلع السبعينات، فانخفض المخزون لأن هذه السفن وصلوا إلى 15 سفينة وكل سفينة اجر شبكين ربيان، وكان عندهم التك كبير يجي وينزل خرطومه نفس ما الخرسانه ويشفط الربيان ويروح الميناء سلمان، التكات 24 ساعة تشغالة. هذه في أواخر السبعينات انشف المخزون فطلعت من توقفت الشركة، فاقترحوا مجلس التعاون انه يصير حاضر صيد ربيان لمدة 3 شهور في كل عام، فصار فترة حظر صيد الربيان. فإحنا فعلاً هذه الفترة كانت تؤتي أكلها، لأن كان سفن الصيد وجو الأخوان في الثروة السمكية وحصلوا لنجات الربيان، وما يقارب ذاك الوقت لنجات الربيان ما يزيدون عن 40 سفينة صيد وبأشباق صغيرة ويبحرون في أماكن محددة. بعد مضي 1980 ابتدى الأسطول يزداد بعد سنة ورا سنة، في التسعينات انفتحت السوق الأوروبية إلى الربيان البحريني، لأن الربيان البحريني تعرف ربيان، إحنا عندنا مخزون ربيان من أكبر مخازن الخليج، وكان حتى السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد كان يبحرون ويانا، أنا شفتهم في صغري إن يجون يبحرون إهني لأن إحنا عندنا مخزون ربيان. ففي التسعينات صار إقبال على الربيان وازدادت الأسعار، فطمعوا أوادم في إصدار التراخيص، فتمت تصدر التراخيص إلى أن تضخم أسطول الربيان. أنا ما أبغي أطول لأن بعد ما في وقت، تعرفون يعني إحنا يمكن يقولون أن جمعية الصيادين لا تريد الإصلاح، بالعكس جمعية الصيادين تريد الإصلاح وهي من طالبت بالإصلاح، ولما قالوا انهم يبغون يصلحون البحر احنا راسا طلعنا وايدنا الاصلاح، لان اصلاح حقيقي، الاصلاح المتمثل في تخفيض عدد السفن سواء ربيان او اسماك. احنا اليوم الثروه السمكيه تناقض الافعال بالاقوال، اليوم الثروه السمكيه تقول انا عندي مصائد الربيان تشيل 70 سفينة صيد ربيان، هذا مو كلام عبد الأمير المغني، هذا كلام الثروة السمكية ودراساتها. طيب عندك مصائد تشيل 70 سفينة، من هو الشخص اللي وضع 280 ترخيص في مصائد الربيان؟ من يتحمل
هذا الخطأ؟ ومن أصدر هذه التراخيص؟ هل يعاقب من يمتهن هذه المهنة ويقتات عليها وورثها أب عن جد الآن توقف عليه العمل وتفلته في الشارع بدون مصدر رزق؟ أو المواطن الفقير قبل الغني اللي ياخذ كيلو الربيان ب800 فلس ودينار ودينارين، اليوم بتروح تجيب له ربيان بتبيعه ب 16 دينار؟ هل هذا يتحمل هذه الأغلاط؟ أغلاط المسؤولين يتحملونها الصيادين والمواطنين؟ فالبلد محكوم بالقانون الوضعي والقانون الإلهي، وإحنا في بلد يحكمها الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، من خطأ يتحمل خطأه. فهذا تصريح الثروة السمكية. التصريح الثاني يقول إلى الثروة السمكية، يقول مصائد البحرين السمكية اليوم بعد ترسيم الحدود مع دول الجوار ومع العمران اللي صار في البلد، اليوم ما يتحمل مصائد أكثر من 700 ترخيص ربيان وأسماك. خلنا نشيل 100 حق الربيان وتبقى 600 ترخيص حق الأسماك. اليوم عندك 1700 ترخيص، يعني وين قاعدين احنا؟ وين العقل؟ وين العلم؟ عندك زود 1000. احنا كنا نروح اول نتنقل في النقل العام في السبعينات، نجي المباريات ونجي السوق المنامة اصحاب القرى، مكتوب في الشيل 50 راكب، يقول لك الحد الاقصى للوقوف 15 شخص. انت اليوم كم حاط؟ 1000 عندك زود. فهذا الأضرار اللي تتكلم عنها إدارة الثروة السمكية وانت وانخفاض المخزون السمكي، ما يتحملون صيادين الربيان، يتحملون صيادين الأسماك، لأن مسوين استنزاف على المصائد. وإذا أنت تقول بأن رأيت وصورت بأن صيادين ربيان يطلعون ويصيرون أسماك، أنت المسؤول عن هذا الصيد الجائر، أنت تتحمل المسؤولية. اليوم أنت إذا عندك صالة تشيل 200 شخص وتدعي 300 شخص و100 شخص يبقون برا في الشارع، أنت المسؤول عن بقاء 100 شخص خارج الصالة، مو الحضور والضيوف، أنت المسؤول. أنت اليوم إذا تقول إن فيه صيادين ربيان يعتدون على مصائد الأسماك، أنت تتحمل المسؤولية، لأن وضعت عندك 200 سفينة، 180، خلنا نقول 100 مو 70، خلنا نحط 100 حق الربيان، عندك 280. هذه المئة والثمانين وين يروحون يا أخي؟ فالعموم البحر يحتاج حق إعادة تنظيم، وإحنا يدنا كجمعية صيادين، يدنا مع الحكومة الموقرة، ونثق في قيادتنا السياسية والمتمثلة في جلالة الملك وولي العهد ورئيس الوزراء وجميع المسؤولين، إذا أرادوا أن يصلحون وضع البيئة البحرية فأهلا وسهلا، اليد ممدودة. وإحنا تكلمنا وعجزنا وتكلمنا ويا جميع الأطراف، ولكن هذا القرار الآن اللي صدره وأصاب صيادين الربيان، أصلاً هذا الشق العلمي ما اتخذوا فيه الشق العلمي. أنت لا تستحج أنك أنت بدلت، ما في طريقة غير هذه الطريقة، هي الطريقة الصيد القاعي لا غير. فأني أنا الشق الإنساني يا أخي، أنت الآن جيت ووقفت أواجم رأساً، يعني هذه بس أخذ الروح الله سبحانه وتعالى أوكل، ما أوكلبها أحد في أي وقت، الله سبحانه وتعالى يأخذ الروح. والناس ما تنكر لما يقولون واحد توفى سقط قلبي، تقول بعد هذا أمر الله وغيره، لكن تقول إنسان رأساً يفلتوني بنشونه؟ حتى قانون العمل في البلد، قانون العمل مالنا من أحسن قوانين العمل،
يعطي فترة، يعطي حقوق، يعطي. وحتى الحكومة اليوم أرادت الحكومة الموقرة خصخصت المؤسسات ووزارات الدولة، جت إلى الموظفين وعرضت عليهم هذيل مهما كان إنهم أولادكم. اليوم في بيوت ومعاناة من هذا القرار المجحف، إنك جيت وقفت أوادم وقطعت أرزاقهم، عليهم أقساط، عليهم شلون يأكلون أولادهم، شلون يودونهم مدرسة. اليوم حتى الولد يعني مو زمان أمس يحمل جنطته ويطلع من آخر الفريق لآخر الفريق، اليوم الولد يبغى باص يوديه ويجيبه، كلها مصاريف حياة، وكلنا نعرف أهل البلد وكلنا نعرف مصاريف الحياة. فاليوم هؤلاء الصيادين خربت بيوتهم، تشقق عائلي صار عندهم داخل. فاحنا من خلال منبر هذا المنبر، منبر التقدمي، نوجه خطابنا الى الحكومه الموقره ان ينظرون في اولا ينظرون في الاضرار اللي اصابت صيادين الربيان، ثانيا ليفرطون في صيد الربيان، لا يفرطون فيه، لأن إذا تفرط بينعكس على المواطن، وأنتون كمواطنين وكمجلس نيابي، أنا أكلم المجلس النيابي، أنتون يا أصحاب يا نواب رشحكم الشعب على أساس تراعون مصالحه وتراعون مصالحه، وإحنا أهم شيء إحنا خلنا نروح في مهب الريح، أهم شيء مصلحة الوطن، مصلحة الوطن والمواطن فوق كل شيء. وسمو رئيس الوزراء وجلالة الملك قالوا بأن إنجازات خط أحمر لا يمكن العبث فيها، فإحنا نقول لكم كنواب وأنتم كشعب، الله الله لا تفرطون في هذه الثروة. ترى الآن إن بندوا هذه المهنة رايح الربيان ما تشوفونه، وأسماك ما فيه، والربيان بعداً ما بتلقونه، ولو جابوا لكم مو بنفس الجودة، والوطن بيخسر ثروة من ثرواته، ثروة الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بثروة، هل نخليها تطلع لدول الجوار على طبق من ذهب إلى الكويت والسعودية ويردون يبيعون علينا؟ فإحنا اليوم الله سبحانه وتعالى وزع الثروات على دول العالم، في دولة عليها ثروة حيوانية، في دولة عطاها ثروة زراعية، في عطاها مياه، إحنا الحمد لله والشكر على كل حال الله أنعم علينا بمصائد ربيان من أغنى المصائد. وأنا أطلب من قسم الإحصاء السمكي كم طن سنوياً ينزل في السوق المحلي، ناهيك إن في التسعينات كان يصدر إلى أوروبا وغير أوروبا. فهل اليوم كنواب أنا مو أقول له ضد، أقول له أنا مع الكراف، شنو أنت تضخم الكلمة كراف يعني تضخمها وتعرضها، صيد قاعي، الربيانة ما تنصاد إلا عن هالطريقة هذه، ولازم في أسماك مصاحبة. وهذه المهنة مو حديثة، إدارة الثروة السمكية نفسها كان عندها أسطول سفن فولادية تصطاد ويانا، تصطاد ويانا الجارم والديبل تكات مالهم والباحث وبن سلمان كلهم يبحرون ويانا حدا. فالصيادين الأسماك ما اعترضوا على صيادين الربيان، اعترضوا على سفن الفولادية اللي تجر الأسماك. والمخزون السمكي أضراره وسبب انخفاض المخزون السمكي أقره تقرير لجنة في البرلمان، لجنة الدفان أقر أن مآول الأسماك اتدمرت في البلد بنسبة 90%، وإن السواحل كلها استهدفت. أنا بسألكم سؤال واحد بس، ليش الميد مو موجود؟ اليوم نسمع في الانستغرام وعلى المواقع الاجتماعية ميد عماني، ميد كويتي، كان أكثر سمكة متواجدة في البحرين هي الميد، وكان إذا توديها السوق إحنا البحارة ما نبحر، لأن حتى الأهالي يصطادون في السيف بالأيادي. ليش؟ لأن السواحل أصادها المد العمراني ودمرت السواحل.
فبيئة اليوم البيئة مال الميد مي موجودة، بيئة الأسماك الهامور تقول لي قل، نعم قل، لأن الفشوت هذه الغليظة والمرجان كلها قضى عليها الدفان وأكلها، فالهامور ما يعيش في هذه. نعم بيئة الربيان ازدادت لأن الربيان يعيش في الأطيان، وإحنا كنا يعني ما أدري ليش حرفوا البوصلة، إحنا كنا أول متفقين مع الإدارة الثروة السمكية إنه بيصير يعني تشوف هذا صندوق دعم الصيادين طلع من مجلس النواب، وعلى أساس بيضخون 1% من سحب الرمال، لأن تعرفون إن الرمال كانت سابقاً تسحب بدون مقابل. لما إحنا جانا الضرر وقمنا وأسسوا لجنة التحقيق في الدفان، قالوا بما أن أنتون بعد نبهتونا عن شيء بعد تستاهلون بعد كم ربية بعد تعبتكم، فقالوا ما نعطيكم 1%، وش تقولون؟ احنا بعد غضبنا في بادي الأمر، قلنا لا ما نبغي 1%، نبغي 2%. قال لنا الدكتور جمع أخذوا 1%، إذا حطوه في الصندوق بينباط. فقلنا ما على يلا 1% قبلنا. زين يقولون لاحظت برجيلها، لا حصل السيد علي، لا حصلنا الصندوق ولا شيء، لكن طالع كم مليون يا أبو فاضل اقرأ، كم مليون تدعم الحكومة اللحوم؟ بكم مليون؟ 200 مليون دينار. قطاع صيد الأسماك بشنو يدعمونه؟ اليوم الصياد أصبح عند الإدارة للأسف إنه مجرم، يعامل كمجرم. لا دعم الحكومة للحوم والطحين ارتفع إلى 35 مليون في سنة 2009، هذا الحكي قديم. المجلس النيابي طرح المشكلة. إحنا لو أبو فاضل دقيقة بس يا أخوك، شوف المنتدى النيابي للصيادين في 2015 طرش علينا المجلس النيابي، قعدنا وناقشناهم وقلنا لهم إحنا عندنا رؤية حق إصلاح قطاع الصيد، وهي تخفيض سفن الصيد على مقدار رقعة البحر، وحصر الدفانات والشفط الرمال في أماكن محددة، ودعم الصيادين، لأن الصياد هذا يحتاج حق دعم. صياد اليوم تعبان، وفعلا حتى في الصندوق أقروا 200 دينار لكل صياد محترف، لأن الصياد ما يقدر يغطي مصاريفه. ولكن احنا مشكلتنا في التقارير المزيفة اللي ترتفع علينا، يطلع لك مسؤول ويقول لك لا، للصيادين في مستوى المحامين والمستشارين ومدخولاتهم. فعلا كان سابقا قبل ما تنظر البيئة البحرية، والدكتور قال، دكتور إبراهيم قال لي كلمة من زمان أذكرها، قال صيادين الربيان في العالم من أغنى الأوادم. فعلا كنا يعني احنا يعني الحال طيب، البحارة هم اليد الممدودة حق المشاريع يعني الخيرية وكل شيء، لكن بعد الضرر اللي وقع على البيئة البحرية للأسف انعكس على الصيادين. وفي الختام يعني أشكر الإخوان وأشكركم على الاستماع، ولكن الوقت عندنا كلام لكن الوقت لا يكفي، وسمح لنا على الإطالة، وشكرا لكم. نشكر الأخ عبد الأمير أبو جعفر على هذا الشرح الوافي، وتكلم من معاناة الصيادين. والآن اسمحوا لنا نفتح المجال للأسئلة والمداخلات، بس الرجاء التزام، ترى المداخلات يعني ما تطول أكثر من 3 دقائق يعني المداخلة والسؤال. إذا ما أعرف على الأقل أسامي بس نسجلهم. أول شيء الأستاذ عبد الرحمن الباكر، نسجل أسامي بعدين من نبدأ نسمها، من نعطي يعني للتحاور. من ورهني بعد في أحد رفع إيده؟ سيد جعفر. في بعد أحد رافع إيده يعني من الصيادين؟ في أحد لكم مداخلات من الموجودين في الصالة؟ كفى الأخ علي موسى. بعد من هنا في أحد رافع إيده؟ الحين حتى الآن عندنا رافع إيده. تفضل الأخ عبد الرحمن الباكر. مساكم الله بالخير. حقيقة حيي إخواننا من جمعية الصيادين على هالصمود وعلى هالجهد،
على هالتوضيح. أنا بس عندي استفسار شافيته بعيني فيما يتعلق بالكراف، فممكن أنت بحسب خبرتكم توضحون لي. أنا دخلت البحر في بانوش ويا أحد الإخوان اللي من صيادين ربيان، فكان يبحر جهة منامة، فكل مرة ينزل الشبك ماله ويي وسحبه ويرمي على الفنة مالت البانوش كمية كبيرة من اللي شاله. فبعدين يقعدون العمال ويفرزون، الربيان يخلونه صوب واحد والشغلات الثانية يخلونها جهة ثانية. اللي أنا خلاني أو دمعت عيني، يعني بصراحة دمعت عيني، سميكات صغار من شنعد، من صافي، من ربيب، من ما أدري شنو، من قباقب صغار، هذه كلها تبقى لمدة ساعة ساعتين خلال فترة الفرز، وعقب يشلونه بشيول ويكتونه في البحر، وترجع العملية بعد عقب يشلون الربيان يحطونه في صناديق، تخلق الفنة مالت البانوش ويجيبون بعد الشيء والمرة الثانية وكتونة. زين هذه الكراف، الطريقة هذه، إذا قلنا ما عليه السنوات السابقة كان عندنا مثلا 100 بانوش بالكثير، أو عقب صاروا 400 على مدى البحرين وبحر البحرين، كم ما يتأثر عقب فترة يرجع البحر يعتدل. لكن اليوم احنا نتكلم عن 1700 بانوش وبحرون من أغلب مناطق البحرين، فهذه بالفعل تدمير. نرجع على صلب السؤال، الكراف حسب ما شفته أنا بالفعل كان مدمر للبيئة، كان مدمر للسمك الصغيرة. يعني احنا عندنا احنا في مثل ما تشوف التلفزيونات، السمكة إذا يقل طولها عن 6 سنتي 10 سنتي ممنوع، لازم لابد من إرجاعها البحر. احنا هذا القانون مو موجود عندنا، فإذا احنا كبحارة وأصحاب مهنة وأصحاب خبرة ما حافظنا على ذي البيئة وقعدنا ندافع عن الكراف بهالشكل، فمعناته ان احنا بروحنا قاعدين نجني على نفسنا. فلذلك ساعات يعني قد ما نلوم الحكومة، لكن بعد ما تلامون انتو ان ما وضعت حلول لكم مسبقة، او مثل ما تفضلت اخوي عبد الغني ان ما تم انذاركم او تعديل او تهيئة البدائل شنهي. فالله يكون في عونكم يعني. شكرا. يعني شكرا للاخوان. هذا يعني اللي بغيت اقوله قال الاخ الباكر يعني، بس انا احيي الروح الوحدويه في الصيادين، يعني هذا اللي شعبنا يفتقد لها، يعني هاي الروح الوحدويه احنا فقدناها من زمان، يعني الان البحاره جسدوها يعني، وهاي شيء زين. اللي بغيت اقوله طبعا قال الاخ الباكر، يعني انا شفت يعني في فتره من الفترات في بحاره يكسرون الفشوت عشان يطلعون الهوامير، يعني الناس منهم ماتوا الحين يعني الله يرحمهم، وهذا جنوا على روحهم يعني. انت هذا الفشوت بيوت الاسماك لا ما دمعت عينه على الاوائل اللي ما تموت في بيوتها، ما دمعت عينه. بس يا اخي ما خليني اخليك امي الماي خاله بعدين رد عندي الباب. يعني هو المفروض واحد يجي واحد من الثروة السمكية عشان يرد عليهم بعد. أنا شفت بعيوني، يعني شفت بعيوني إن كسروا الشفوت الفشوت محل تكاثر الهوامير. يا جماعة خليك أمين، ودا عندك مداخلة من أعطيك، ما في مشكلة، دا عندك مداخلة من أعطيك تتكلم. شو اسمك هنا؟ خلنا تطلع. إيه ما عليك، ده عندك مداخلة من أعطيك يعني تتكلم، خليك كمل سيد جعفر بس خلاص.
خسر. السلام عليكم جميعا. أنا بس عندي تساؤل واحد بالنسبة إلى الحكومة. الحين اللي أصدر القرار إحنا ما ندري جاي من الملك من رئيس الوزراء، اللي نعرف إن الوزير نزل القرار. أنت تقول في دراسات وفي مستشارين وفي ما أدري اللي تقوله، والدراسات تبين وإن هذا شيء يضر وأنت بتجي تصلح. أنت الحين اللي نزلت هذا القرار وش كان عندك من حل؟ يعني إذا أنت باقي الحين 4 شهور إحنا قاعدين بلا شيء، أنا وإني واحد على أنت فلاسي، أنت قاعد 4 شهور، أنت تقول في دراسات تثبت إن هذه في مضرات، يعني أنت لازم واضح حلول للمسألة هذه. الحكومة ليش ساكتة؟ إحنا ما ندري الموضوع منه بالضبط، ما ندري. سكت من الجميع إلى متى؟ إلى درجة حتى القرض، أنا اليوم رديت رجعت الثروة مرة ثانية، حتى القرض مو راضين يوقفون علينا. شنو إحنا؟ ما إحنا بشار، ما إحنا مواطني، ما ندري وش السالفة. يعني نتمنى واحد يجاوب علينا. دكتور شبر الوداعي تفضل. أولا ما أتمنى أن الصيادين لا يأخذون بردة الفعل بقدر ما لو سمحتوا السكوت أفضل. استمعوا للحديث، وإذا عندكم رؤية قدموها بعاقلية، لا تحاولون الندوة كمعركة شخصية. فأنا ما أريد أن أقول له، أول شيء أنا بحار من طفولتي، أنا بحرت وكان عمري صغير في 70 يوم من 60 يوم، فأنا أعرف قضايا البحر والأخطاء اللي تكون، والبحارة السابقين كان لهم ثقافة وكان لهم وعي ويتعاطون مع البحر مع الصيد بطريقة مهنية، بحيث وأنا أسمع من الناس الكبار إنهم عندما يأتوا يصطادوا ويتوجهوا للمناطق الصيد يحافظوا على هذه المناطق، حتى القراقير إذا بليت يرجعونها للبحر للبر، لأن على أساس يعتقدون إذا بقت في هذا الموقع لن تأتي السمك لهذا الموقع، وبالتالي هم يحافظون على نقاء البيئة البحرية. فيما يخص ما يا أخي خلنا نتكلم بعد، نتكلم على راحتك. سيد أنا أعتقد أعرف الناس هذول وأعرف كيف أتكلم وياهم، فرجاء خلني أتكلم، لا يقاطعني إذا بتكلم، لا يقاطعني. طيب قضية الجراف القرف هذا مو من اليوم، من 70s، وأنا شاهد إنه شايف إنه بعيوني، ويجرفون أساسا حتى الخشبية كانت تجرف في مناطق الصيف في مناطق المرجان. اللي بقوله القرار اللي اتخذ كان مفروض يكون فيه هناك تدرج، كان يفترض أن اتخذ قرارات يضع قانون وبالجلسة معكم ويبدأون تدرج في الحلول، وليس اتخاذ قرار فوري ووقف بطريقة فورية، لأن هذا بيكون فيه هناك انعكاس سلبي. ما يخص القرار، أنا أعتقد بحكم وجودي في الورش العمل كان يناقش ووضعت مؤشرات، وحاضرين حتى بحاحير وحتى من الناس الصيادين من عندكم من الجمعيات، وبالتالي هذا المؤشر القرار اللي صار ما هو من اليوم، اتخذ من زمان ضمن مؤشرات في لجنة في 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 في, لج في في ورش العمل التنوع الحيوي اللي كانت تضع المؤشرات للحلول. الخطأ فقط في طريقة القصر المباشر، كان مفروض يتخذ القانون وتعطى مهلة ويتم التدرج في تطبيق القانون، هذا هو الخطأ الموجود. أما قضية الجرف بهالطريقة هذه فهو مؤذي للبيئة البحرية 100%. شكرا.
تفضل ابو عبد. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاتا خل اعرف نفسي انا. انا محمد زياني خريج الثروه السمكيه مصائد اسماك. انا الدفعه الثانيه يعني دفعه قبلي عقب انا الدفعه سنتين وشوي انا في الثروه السمكيه. يمكن ما لميت بالكثير لكن اللي في مقالطات وايد صارت وفي اشياء ما اظهرت حتى يعني لقيت في نفسي عقوب كما يقال. بداية خل ارجع الدكتور. دكتور ما عليه الترويج وانت تقول في ورش عمل مو صحيح ان انا مسيب لنا على اني بوقف هذا المشروع. مو صحيح ان مثلا من 700 الى 1700 تصريح عشان عقب وقفه هذه مشكله. يفترض ان هم 700 اقلص فيهم ما افتح المجال. يمكن هم 300 وسووهم 1700. فالمفروض ان انا كحكومه او ان انا كباحث ان انا اوقف ذاك الرخص حتى شوي شوي اقرانيه. هناك يعني هناك شغله يمكن الكل ما بينه. بحر الرميان غير بحر ذاك الاسماك. لما انا ابحر في الرميان وانا بحرنا في الرميان وانا كنت على الباحث سفينه الباحث للثروه السمكيه من اجل البحث عن وين توجد كل سمكه. وعندنا خرائط على ذلك ممكن الدكتور ابراهيم يطالعها لان نسويها في البحر ونعطيهم هم الاكاديميين هنا يعني تنفيذيين. فكان من المفروض اذا صحيح انا بتحرك ان انا هذه بحر ربيان وهذه بحر اسماك. السفينه اللي بحصلها في بحر الاسماك تستعمل كراف اصادرها واقطهم في سجن انتهى الموضوع. لكن مثل ما قال استاذنا الباكر يقول سمك صغار الطينه ما تصير فيها سمك صغار. محل الرميان ويمكن استاذنا ابو جعفر قفل عن شغله وهي الحظر الاولي اللي كان 4 شهور خلوه على اساس الرميان يتكاثر. لما يبيض الرميان يفرخ ويصير بحجم تجاري يبتدي يتحرك بعدين يقول لك صيده. يعني في موسم التكاثر يمنع. ف السمكه اللي شافها هذه صبخه الطينه صبخه ذي يعني ما فيها شيء. اذا مصلقه اذا الميد ما اختفى من هذه كله. الميد كان يجينا لانه رامله على البحر. البطح كان عندنا في محرك انا ودي محرك. اذا الجيران ودي محرك انا ودي محرك. عندنا نص كيلو تقريبا طينه رامله نلعب فيها بطح نلعب فيها كره اللي راحت الماي نلعب فيها كره. فكانت الميد ياكل الرمل مثل انتم كرامه مثل الدياي تاكل رمل. فلما انتهى بالرمل وصار الراجنج هذه الدوبه اللي تطقطق فالرمل ما بقى فيها فالربيان الميل تب الربيانه. تفضل استاذ. هاي الموضوع ترى فيه تفصيل. يعني للأمانة للأمانة يعني الأخوة في المنتدين صراحة يعني حديث الشجون من جهة ومن جهة ثانية هم أخذونا وخاصة أخذنا جاسم الجيران أخذنا في رحلة جميلة حقيقة عن تاريخ الصيد ويعني وهذا تاريخ آبائنا وأجدادنا حقيقة. وكذلك يعني أخونا عبد الأمير أعتقد تحدث عن كثير من الشجون وأنا حقيقة صار كان لي لقاء سابق معهم ويعرفون موقف النواب حقيقة من موضوعهم. أعتقد بعيدا يعني عن الدخول في التفاصيل الأخوة تحدثوا عن نقطتين وأنا أعتقد نقطتين مهمين يعني علينا كلنا سواء كان مسؤولين أو برلمانيين أو حتى ناس. هم تحدثوا عن نقطتين أنا أعتقد ليس تخصهم هم فقط. تحدثوا عن الثروة السمكية كمخزون غذائي
يعني معني بكل شعب البحرين، معني بكل إنسان، وتحدثوا عن رزق إليهم وإلى عيالهم وإلى قطاع أعتقد يعني معتبر في هذا في هذا البلد. القرار مثل أشاروا إلى هناك قرارات حقيقة، وهذه الإشكالية اللي إحنا نتواجه فيها، أن هناك قرارات فوقية تفرض من دون الرجوع إلى أصحاب القضية أو الشأن. الإشراك الناس في اتخاذ القرار هاي شيء مهم. يعني بالفعل أنا يعني بعيدا عن دخول في التفاصيل، قد تكون هنا في هذه التفصيلة يعني هناك رأي أو ديك التفصيلة في رأي، لكن القرار مثل ما أشار حتى الدكتور قرار مفاجئ إلى منع أو إيقاف الصيد مع الناس. كان قبلها فترة نصحوا الجماعة أن روحوا خذوا بنوانيش على أساس تدخلوا البحر، وهذا كلفهم أكيد مبالغ كبيرة وأكيد وأوضحهم في هذه الإشكالية. الشغلة الثانية وهي حقيقة أنا للأمانة في لقاء مع مجموعة من الصيادين قبل فترة بس قبل كذا يوم، يعني قالوا شغلة أنا استغربت منها. قبل إصدار القرار مباشرة أحد المسؤولين في الثروة السمكية أصدر أو أعطى تراخيص لمجموعة من الأشخاص اللي ما لهم علاقة بالصيد، وهذه الأشخاص أخذوا هذه الرخص وأجروها على بنغالية. يعني إحنا هني يضعنا أمام إشكالية، هل هذا هو التخطيط إلى أن إحنا من يعني ممكن أخونا اسمح لي يا أخوي عبد الأمير أختلف فيها، قانون العمل إحنا عندنا قال عن أحد محامينا واللي اشتغل أساسا في القضايا العمالية أنه من أسوأ قانون مر على البحرين. قانون العمل هو يجسد نفس المشكلة اللي أنتم تعانون فيها. قانون العمل كأنما هناك حرب حقيقة على الإنسان المواطن البحريني في رزقه، عمل لا يؤمن له بعقود مؤقتة ومن دون رواتب كما نرى ونحن نعاني، وأعتقد أن هذه القضية مثارة في هذا. أنا أعتقد بالعكس، القضية هي مواصلة إلى نهج في البلد، أن المواطن تضييق على المواطن بحيث أنه لا يحصل رزقه بصورة يعني تؤدي إلى أنه يعيش حياة كريمة. هذه أعتقد ما نحن إحنا بدل ما نختلف على هذه الممارسة وعلى ذيك، هذه بالفعل محتاجة لتصحيح، محتاجة أعتقد نسمع لرأي لأصحاب الشأن أن يكون هناك في استماع حقيقي أو حوار حقيقي ما بين الجهات المسؤولة وما بين من يمارسون المهنة سواء كان في الصيد أو غيره. هذا انقطاع هذا الحوار يؤدي إلى مثل هذه المشاكل. بالفعل هناك أنا أعتقد القرار قرار يعني الثروة السمكية قرار رقم واحد لسنة 2003 واللي ينص على نوخذ بحريني. إحنا إذا مثل ما الحين تحدثون عن 1700 رخصة، يعني 1700 بانوش أو أي أداة بحرية أو جهاز بحري يدخل البحر، هل هناك عندنا 1700 بحريني على هذين أم لا؟ هذا سؤال أعتقد يجب نصر عليه ويجب نوجهه للشركة ويجب نوجهه لكل أقول المسؤولين ويجب نوجهه لكل المعنيين سواء كان في الثروة السمكية أو حتى في الحكومة الموقرة. هذا قرار حكومي، هل فعل ومتى سيفعل ومن المسؤول عن عدم تفعيله؟ أنا أعتقد وهل إحنا بعد أيضا متعاونين لتنفيذ هذا القرار أم لا؟ إحنا عندنا عدد بطالة كبير جدا، هناك شباب، إحنا شعب البحرين شعب يا أما أساسا يا أما زراع يا أما بحارة، لن نعدم أن نوجد بحارة أن يكونون على ظهر هذه السفن. إذا كان هذه 1700 إليها مكان، فأنا أعتقد إذا كان لها مكان لإثبات أن لها مكان وأنها رخص حقيقية يجب أن يكون على رأسها على كل طراد أو على كل بانوش على الأقل بحريني. إذا لا يوجد بحريني إذا هذه الرخصة يجب أن تسحب. هذا يجب أن يكون شعارنا وهذا يجب أن يكون موجود تجاهنا. شكرا. أحمد سند ما خلي صبر بنعطيك أنت وش اسمه هذا الأول ها؟ علي حمادة. لا الحين أحمد سند أشكركم نورتونا اليوم، أشكركم أقول نورتونا اليوم يعني نورتونا بأشياء وايد إحنا ما كنا منتبهين لها، وهذه فرصة اللي إحنا سمعنا ذي الكلام اللي قلتوه. مع العمنا اللي قلتوا كلام، إحنا كنت تتحكون عن الميد اللي كان الصغير والعود يصيد الميد في المنطقة، نزلوا قرارات كاملة وسووا شالوا الحضور كلها، الحضور شالوها كلها ودفنوها كلها. من ما حد تكلم من دفن الحكومة ما اتخذت الأراضي الحكومة دفنت أي وخذت الأراضي. إذا دفنت الحكومة
وخذت الأراضي وذبحت 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 لك وذبحت لك السمك كله وذبحت لك البحر كله. ما شو عو البحر وينه؟ كل المناطق البحرين اندفنت. خدتوا البحر كله. يعني ما تبي واحد يتحكي بالواقع؟ هذا الواقع. انت حنروح انت روح شوف البحر وشوف وشوف محلات استووا استووا فنادق استووا عمارات. وين البحر كله؟ انا اجيب شيء من عندي؟ انا كنا بيتني في الحوره عند البحر، الحين وين البحر كله فنادق؟ لو والحضور كلها راحت على مستوى البحرين، انا ما تحكي عن منطقه واحده. انا اشكر الشباب اشكر الاوادم نوروني تنوير قوي الليله، احنا ما كنا نفهم بالضبط هالقد، واليوم فهمنا كل شيء. مشكور. كل الندوة تطلع بشيء حضاري إخواني الصيادين، الرجاء احترام المداخلات واحترام الرأي والرأي الآخر. السلام عليكم إخواني ومشكورين على هذه الندوة. بالنسبة للأخ الباكر، بالنسبة يقول للأسماك الصغيرة، احنا أولا نبحر ضمن خارطة موثقة من إدارة خفر السواحل ومن إدارة الثروة السمكية، وما نقدر نطلع عنها ولا شبر، وفوق البانوش رادار يراقبنا في المراقبة، شلون احنا نصيد الأسماك الصغيرة؟ يقول وهذه مناطق خاصة إلى مصائر خاصة إلى الربيعان. خلي يجاوبني، خلي يصيح على العوائل اللي قاعدة بدون أشغال، العوائل اللي في بيوتها، وأنا أول واحد. احنا المفروض اللي تتألمون لنا وضعنا، مو تتعلم الأسماك هذه تعيش عليها الطيور وغير الطيور، والأرزاق بيد الله، كل شخص يعيش على شغلة الثاني. روح السوق وشوف الأسواق البحرية مثل ما قال أبو جعفر، نشفت من حتى الأسماك. هل هو سبب الكراف؟ وين الأول الأسواق اللي تضج بالعالم من السعودية ومن الكويت، من كل دول الخليج يجون والكل يتحرك؟ هذا الربيان يحرك كل القطاعات الموجودة لداخل. وين راح تروح؟ شوف السوق كانها مقبرة تروح تقرأ الفاتحة عليها يوميا. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وياكم حسين علي عبد الحسين. طبعا أنا شاركت يا أستاذ عبد الله في برنامج في التلفزيون، احنا طبعا على الراديو وبالموبايل نتكلم. أنا سألت سؤال إلى مدير الثروة السمكية، قلت له من اللي عطل الرخص الزيادة؟ ويتذكر بعد الأستاذ وياي قال احنا اللي عطينا الرخص الزيادة باعترافه، واللقاء مسجل في الإذاعة موجود، ارجع ليه بعد في اليوتيوب بتحصله. قال احنا اللي عطينا الرخص زيادة. اليوم تقول تلوث البيئي، اليوم المستشفى السلمانية يقط المواد الكيميائية كلها داخل البحر، الناس ما تأثرت لها. الدفان الناس ما تأثرت له. اعطاء الرخص اغراق الرخص الزيادة في القطاع، الناس ما تأثرت إليه، ما قاعد تحاسب الناس، تحاسب من؟ تحاسب البحار. اليوم احنا عوائل علينا ديون، اندارات تجينا من المخافر، يا الدفع يا السجن. اليوم حتى بنك التنمية مو راضي يوقف علينا قسط. من المسؤول؟ احنا في دولة مؤسسات وقانون، وين القانون اللي يحمي البحار؟ لا يوجد. هاي المشكلة، المشكلة إن على البحار، هي البحار ما في. اليوم تحصلون السمك موجود في السوق، الناس ما تسأل. يشح السمك الناس تجيبه من برا. اليوم يجيبون لنا البلطي من مصر، المصر بلطي يجيبه إلى البحرين، شنو يأكله؟ في الإذاعة المصرية بنفسه يقول لك إن أكله خرى بني آدم موجود. ارجع إلى الإذاعة المصرية وشوفها، يجيبون اليوم ينزلونه في الأسواق والناس تشتري. الناس اليوم تشتري.
ارجع الى الاذاعه التلفزيون وبنفسه تحاش المذيعه تكلم من تكلم المدير مدير الاستزراع تقول له شنو تاكلون انتو؟ قالت ناكل احنا خرب بني ادم اليوم يصدر الى البحرين موجود. السلام عليكم. أخوي شو نسوي يا نخذاي؟ السلام عليكم. أنا بسألك من طرف اللي قول لي أنت في الحورة أخوي. أي نعم تفضل. أنت اللي قلت لي في الحورة. اسمع من أي صوب في الحورة أخوي أنت؟ الحورة بالضبط عند المقصب عند المحل القبوطي كلش غلوات. ما علي يا أخوي أنا معاك مع الحورة أنت عند المقصب ايه. وأنا بيتي عند المقصب. ها؟ الحورة واحد الكلام اللي قلته مو غلط. ما علي بس أنت تقول الدفان ايه. الدفان ما أثر؟ شو ما أثر؟ ها؟ اه. أثر. زين أثر على كل شيء. ها؟ انت غلط اخوي. انا قلت لك الدفان هو اللي اثر. اللي اثر الدفان ولا اثر الكراف؟ اللي اثر الدفان ولا الكراف؟ علي حمار قال لك الدفان. لو سمحت بنوصل لكم معلومه. الاخ يتطرق يقول ان صيد الاسماك العرضيه هي شعري وهامور وفسكر. لا، مناطق صيد الربيان هي رمليه المتواجد فيها مصلغ وحاسوم وبياض، يعني شعب البحرين ما ياكله، بل شركه البحرين للدواجن تستخدمها حق علاف، يعني كل الحالتين الناس تستفيد من هالبياض. شلون هاي يقول هامور وشعري وفسكر؟ الفسكر والشعري والهامور يتواجد في المرجان وشعب المرجانيه، ما يتواجد في الطين. بل بالعكس احنا طريقه الكراف مثل الزراعه قاعد نحرث احنا يمر اللي هو عده الصيد بسلاسه على الارض. هاي لو ما تحييها من جديد تصير خياس كرمكم الله، يعني هي المكان طين اذا ما ان شاء الله. يلا خلاص. على العموم يعني الاسماك البيضاء احنا نستفيد منها ما تنقط شيء. الرجاء هدوء. علي حماده ابو راشد خلاص هدوء. وراشد تفضل. جماعة الخير الله نعم علينا النعمة، يعني يمكن ردي على جميع الأخوان. الله نعم علينا نعمة، فالأفضل أن احنا نشوف مع لجنة من إدارة الثروة السمكية من ناس لهم يعني سنين في البحر وخبرة والصيادين نفسهم أهل المهنة، نشوف حلول وضوابط حق إذا كان في ضرر على البيئة من هالطريقة الصيد أو نقطعها مرة واحدة، شو الأفضل؟ يعني الله نعم علينا نعمة المواطن، يعني مثل ما هنش عندنا في البحرين، يعني عندنا أول الزراعة وحين زراعة تلاشت تقريباً وبقى لها المورد الغذائي ذي. فالأفضل أن احنا نتدارس الموضوع ونشوف الحلول والضوابط زين، أو أن احنا نقطع هالقيمة أو المورد الغذائي أو النعمة اللي أنعمها علينا رب العالمين. فشو تشوفون أنتم؟ الأفضل نقطعها لو ندور لها نشوف الضرر وين ونحله، نسوي له حل. سوي حل. هنا شو نقول كجمعية النادي؟ إذا الله أعطانا هالنعمة ذي، هنا ترى رزقنا على البحر وعشنا في البحر أكثر ما عشنا في بيوتنا. هنا ما نروح على أي واحد مثل عنده شغلة ثانية وغيره، هنا شغلاتنا الحين ما في لا على الله وعلى هالبحر ذي. إن كان سمج وذي، أنا عندي بانوش سمج عندي بانوش ربيان، يعني ما أقول لك بقول لك إذا كان بخير شيء على شيء، لا، إذا في خطأ وغيره. وهنا النادي إدارة الثروة السمكية أكثر من مرة ترى هنا مع الإصلاح مع دوام هالنعمة ذي
لنا وحق أجيالنا والأجيال الجاية. فالأمور هذه يعني أنا فقدت شذي ما عليه. إحنا شو نقول؟ نقول إذا كان إدارة الثروة السمكية تجلس مع الناس هذه في ضرر، تجي وتجيب ناس من المهنة نفسها تشوف الأخطاء 1 2 3 4 أسوي له حلول، أسوي له ضوابط، أحط معايير بحيث أنا شنو أستفيد منها. الحين مثل ما يقول الأخ باغر يقول إن السمك الصغار وغيره هذه أسماك مصاحبة الله يسلمك، هذه أول ما يبتدي الموسم بتكون هذه الأكثر اللي تشوفها وتشوف الطيور عليها وغيره، أسماك صغيرة ما تكبر. المواطن يعني ما يميل لها حق الأكل، لو يبون السوق ما حد يشتريها. هذه نسميها هنا هو مصلقة بس عليها نوع الزعنف يسمونها رياش، هذه ما تنكر. أسماك الربيان في الثروة السمكية يعني مع جهات لهم في البحر وغيره حتى قاصوا في الأماكن هذه حطوا خارطة. الخارطة الربيان ترى ما يعيش إلا في الرملة في الطينة، إن كان حار يقرص روحه يحمي روحه، وفي البر يحمي روحه في عرض. فاختاروا الأرض اللي هي طينية ورملية. وليش إحنا الربيان مع العلم من سنة 67 لحين البحر المنطقة دي تعطي الزين ما تكسر، لأن الطين هو يفيدها ما يضرها، يخرب السمك لكن يفيد الربيان، لأن الربيانة طبعها أنها هي تقرص روحها في البحر إن كان حر يعني حمت روحها أو بر حمت روحها. فما يصير يعني لازم شبك بتخلي يمشي زين بيصيد السمكة لكن ما بيصيدها في منطقة طينية مثل ما يصيدونها الشعب المرجانية وغيره. فهذه المطأذية السعودية سمحت حق كل صياد ربيان أن يجيب باسكت 2 له أن يجيب السوق 5 إيه. المهم يبقى ذي هذه ليش يعني نعمة النكل مو بالفقير يأكلها. فبيصيد شنو؟ بيصيد الباسي، بيصيد الحاسوم، بيصيد الشم، بيصيد الوحر. هذه الطيني ما فيه شعري ولا فيه هامور. يصير هامور وشعري متى؟ إذا جاءت مثل بداية المربعانية تي الهواء المفاجئ من جو درجته مثل 35 إلى درجته 15 أو 20، هذه يخلي السمكة تقوم من سكنها بحركة لا إرادية، يعني ما عندها حتى شلون تروح وتي، يعني تمشي بحركة لا إرادية. هذه صيد الكوفة لفترة معينة خلال 2 3 4 بعد ما في. إذا صار الشتاء تشوف هل السمك هل الربيان هي ما عنده أسماك مصاحبة، هي عنده حرق إيه، عنده شم إيه، حاسوم إيه، قرقفانة مصلقة، أشياء هذه مو بيعني يقبل عليه المواطن، بتأخذونها أكثر ناس اللي هو الجاليات الأجنبية. فهذه إحنا نقول الحين حاليا الحين الطريقة أنت عطوك يعني هنا أكثر مرة. أنا يمكن قابلت الملك في فترة في سنة 2004 فيقول لنا نقول كان الموضوع شنو فيه رحنا فيه رحنا له كان يبون يسوون 6 أشهر إبحار و6 أشهر اللي هو الصيد على أساس إن التكاثر ونريح المنطقة دي علشان يعني ما يصير عليه جهد زايد. فسألنا كم شهر ما تبحرون؟ قلنا له 3، وحين الجماعة يبون يسوونه 6 لأن مجلس التعاون مصمم على أنه 6 أشهر الأمان العامة متفقين على 6 أشهر. قال شو تسوون؟ قلنا والله نايدس في بدائل. قلنا له والله كم من بانوش يروحون السمك وتوقفون 6 أشهر بدون أي سمونات أي راتب أي قيرة؟ قال ما يصير هذه في بدائل، ما عليه ما عندكم بدائل؟ قال لا. فأنا اقترحت إن شنو إن يضيفون شهر واحد يصير 4 مع العلم السعودي والكويت 6 هنا على أساس لأن لا اقتصادهم ولا مستوى معيشتنا مثلهم. فقلنا نخلي 4 بس حفظ ماء الوجه حق ربعنا اللي هو وزيرنا أو المسؤولين في إدارة السكنية مع الجماعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون إن هنا يعني هذا اللي نقدر عليه. فقال كيفكم؟
بالنسبة حق الرخص إيش قال لنا؟ قال يعني كل مجالات العمل هذه فيها الإنسان الذكي والمجتهد وغيره إذا عنده محل تجاري لا ليش سوي فرع وفرعين وثلاثة وأربعة؟ قلنا له والله حصرين هنا في ثلاث رخص. فقلنا له هنا يعني ما عليه إنسان ما دام هو شغلة البحر زين ما عليه نبي نتفق إنه ما نصير أكثر من أربع رخص خلوا الثلاث لنا. طلع القانون قبل حتى ما يصير مجلس النواب طلع لا عندنا علم به ولا شيء كصيادين ولا إيش يكون فيه. طلع إن لحق الوزير إنه يخليك بسفينة واحدة يشيل عنك السفينتين. وهذا الحين صار في الكراف. يعني الحين الكراف صار لأربعة أشهر واقف كل سد الباب يعني صار كل باب ما يفتحه وأذنك الصامخة اللي ما يسمع منك شيء ولا شيء. يعني الإنسان لو نفرض الحين لو رحتوا فرضة سترة رحتوا فرضة المنامة وفرضة المحرك بتحصل لك 300 بانوش كم مكلفة؟ البانوش ما يقل من 40,000 سعره 45 بالعدة الصير وغيره. أنت الحين ناسينك أنا على الله وعلى هالذي ماشي بعضهم متدينين وعليهم قروض وعليهم لوازم معيشية وغيره. يعني ما فكر ولا حد يدري علينا. إحنا كجمعية مع العلم يعني الشراكة المجتمعية ضرورية وهن جمعية زين. الجمعية ما نادونا هنا نطلب رسائل يعني يمكن 5 رسائل أو 6 رسائل نطرش حق القيادة الحكيمة وحق الوزير والوكيل ما حد يرد علينا. إيش معناته ذي زين؟ هنا نقول هذه الله نعم علينا النعمة زين؟ أنتوا ترى الخلل مو من ذي الخلل من عدد الرخص. فأنتوا حطوا رخ يعني سووا لجنة ودراسة وغيره وخلوا العدد المناسب حق إحنا بيئتنا وحق المساحة مساحة الصيد. البقية ناس فقارة وعايشين على هالعيشة شو تسوي له؟ يا تعطي راتب شهري أو تعطي تعويض خلاص انحلت المسألة. أنا الحلول الحلول اللي عندي الحلول ما أروح أقطع شيء الله كاتب لنا. أنا أقول أحط له إذا كان في ضرر والضرر ما يجي بكلام مغلوط وهذه تخصص إيه زين أنا لما نعم الحلول عندنا اسمعني لا عندنا حلول حق الديوان الملكي طلبوا منه من سنة 2009 ذي وديناه ما حرد علينا اسمعني ما علي أقول لك الحلول ترى كل حتى حين يمكن آخر شيء عندنا الحلول نعطيها الوكيل والوزير ورئيس الوزراء رسائل محطوطة. الحلول كان أقول لك الحين عدد الرخص هو عدد الرخص أبو عبد اللطيف الحين بيرد اللي يسحبون رخصتي يعوضونه يا تعويض يا براتب يعيش عليه. ترى إن 300 بانوش الحين هذه الموجودة الحين حاليا بتغرق محلها بدون تعويض بدون شيء. 300 بانوش مو سهلة. تفضل المتحدث الأخير عبد الأمير رجاس معه زين بوضح إحنا ما كنا عبد اللطيف تفضل أبو عبد اللطيف اسمعك وبرد عليك عبد الامير اخواني بالنسبه حق المداخله مالت النائب السيد فلاح ابو فهد اتكلم انه يقول عندنا 1700 بحريني نخليهم على السفن زين. طيب احنا مشكلتنا في العدد. اليوم انت عندك مؤسسه تعلن فلاسها ومنتهيه تروح تنزل اعلان في الجريده تبغى موظفين شلون يصير يا اخي؟ اليوم قطاع الصيد يعاني من ازمه من انخفاض في المخزون السمكي يبغي اصلاح. احنا اول نسوي الاصلاح اليوم في 2010 هذا الاخ جاسم القصير مقابله وش يقول؟ يقول احنا اليوم في حاجه ملحه إلى تخفيض سفن الصيد إلى 700 رخصة في 2010 يقول في حاجة ملحة. اليوم جمعية الصيادين ما أدري يعني ينطبق علينا المثل اللي يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى
يعني احنا الجمعيه اللي صار لنا على مدى سنوات طويله نطالب باصلاح قطاع الصيد، لان قطاع الصيد يهمنا، لان مصدر رزقنا، ومعاناتنا معاناه وطنيه. وشهدت لنا الكتاب مال الاعمده فوق 40 كاتب مال الاعمده شهدوا لنا على موقفنا، والاكبر بعد رئيس الحكومه حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء سمو الامير خليفه بن سلمان زارنا في 2009 15 فبراير 2009 وشكرنا على موقفنا وقال انتم تستحقون الدعم. احنا اليوم تفضل ها المغني مقبلون على كارثه مهنه الصيد تنهار بسبب شفط الرمال في بحر البحرين. هاي سنه كم؟ تفضل استاذ فاضل. الصيادون يرفعون خطاب يتضمن محاور الإصلاح إصلاح قطاع الصيد البحري. 13 جون 2010 جمعنا الجمعيات السياسية وجمعنا البيئيين وقلنا لهم ترى قطاع الصيد ينزف، أصبح قطاع الصيد كالجريح ينزف من جميع جسده، دفانات تشتغل في السواحل، مراكب تشفط رمال ليل نهار وتطلع العكارة وتدوب الفشوت والمرجان، عدد صيادين رخص كثيرة لا تتحملها مساحة البحر، عدد الصيد ازدادت، صيد جائر دمر المخزون السمكي. هذا كله قلناه وكله موثق. الآن يقول لك أنت من دمرت، تعال عجل هالمدان وش يقول هد الفخرابة. أنا ما أدري شلون يعني، صار لنا سنوات طويلة إحنا، خلي الناس تفهم إحنا مو ضد الإصلاح. تفضل هذا الوزير الدكتور جمعة الكعبي في أيام وزارته جابوه على المنصة قالوا له ليش المخزون السمكي انخفض من هالقطن إلى هالقطن؟ شوفوا وش كاتب. اقرا استاذ فاضل، اقرا ابو فاضل، اقرا. ازدياد رخص الصيد ساهم في تدهور الثروه السمكيه، هذا اللي هو الوزير السابق الكعبي. ازدياد رخص الصيد ساهم في تدمير الثروه السمكيه، احنا ما نختلف مع الثروه السمكيه في الاصلاح، لكن نختلف معاهم ما في تطبيق. يعني من 2010 مع الاسف انا قلت لكم ديك المره في مداخلتي حتى النواب ديلين ما عليك منه ما يبغى يصلح عادي، يبغى يرضي ناخبينه. أحد المسؤولين في الثروة السمكية يقول إحنا كنا على الطاولة نريد إصلاح قطاع الصيد واللي هو في إخفاض رخص الصيد، وأحد النواب يطرش لي ورقة وإيش يا أخوك عن الرخصة اللي قلت لك عنها؟ أصبح هذول مفسدين أو معمرين، ما أدري أنا شلون. يعني إحنا اللي نطالب بالإصلاح على مدى سنوات لأن يهمنا، وإحنا معاناتنا وطنية، أهم شيء الوطن مو أهم شيء مصلحتكم، مصلحتي أنا ومصلحة الوطن والشعب المواطنين ديلين. اليوم الحكومة تصرف ملايين على أساس تأمن الأمن الغذائي، كانت الحكومة أول قبل تطلع التجار تجيب العيش وتحطه في المخازن عندنا في سترة على أساس الشعب ما يجوع بكل طريقة تبغي يعيش. اليوم عندنا ثروة تنتهك ويجون أوالم يخربون فيها ويعبثون فيها، تاجروا في مهنة الآباء والأجداد ووصلت إلى درجة الصفر، والتشخيص موجود ولكن العلاج اللي يبغون يعالجونه معروف، العلاج هو خفض تراخيص الصيد على مقدار رقعة البحر وبعدها سن القوانين. انت اليوم تصبغ واحد يشخط محلك، اللي اليوم بقول له اين اخذ بحريني، اين اخذ بحريني في ضوء قطاع؟ انت اصلح القطاع وبعدين البحريني بيجي، بنفسه يجي يدش البحر. لكن انت اليوم اذا قطاع امن وظيفي ما فيه، أمن وظيفي. أمس الأستاذ جاسم يشتغل في وزارة التربية مدرس، قال له الأستاذ أحمد العمران رحمة الله عليه يا جاسم أقعد بخليك مدير، قال له ما أبغي المدرسة. ليش؟ لأنه يعرف البحر فيه كد ومدخوله أحسن، وما أنه صاحب مهنة ترك التدريس.
لكن يوم تقول لجاسم اترك بوانيشك وتعال بنشغلك وفي هالعمر هذا يقول لك بتركهم بعد. ليش؟ اليوم انت تعال اصلح القطاع وهيئه وقول حق المواطنين تفضلوا.